تشاهدون هذا البرنامج برعاية خافيبس. مشاهدينا مرحبا بكم في حصتكم طيب معنا، ان شاء الله راكم واجدين اليوم باش تطيبوا معنا كي العاده. انا يا اورا اوف بيان سور هو اللي راح يعلمكم طيبوا. اوف صافا صافا انت؟ الحمد لله الحمد لله. بون اليوم عندنا اون انتري سويت ديسار كيما عمرنا لا طاب راهي معمره الله يبارك، مي راح تكون سهله. دونك حنا كومونتري حين عندنا سلطه دو بولي او ياغورت اناناس، حين نستعملوا فيه هنايا صدر تاع الدجاج راني ديجا شويتو، عندي هنايا لي ترونش تاع الاناناس، وعندي هنايا فخز او بيرسيل اشي، هادو هما بور لا سالاد. وعندي ثانيت لا سويت ديالي اللي هي طاجين بسباس، راح نستعملوا فيها هنايا حبيبات تاع البسباس، عندي فرماج رابي، عندي هنايا الدجاج، عندي البصل، الحميصه، البيض او الحليب. فوالا هادو هما راح نستعملوهم بور لا سويت. بور لو ديزار اللي هو طارتلات او سيترون، بلوتو كؤوس تاع لا طارت او سيترون، يعني لا طارت او سيترون الخطه ماشي حنا عجنو ماشي حنا طول حاجه تخدم، ها راح تجينا سهله نديروها اون فيغين هاد الخطره. يعني واش راح نستعملوا هنا فيها هاجر؟ عندنا هنايا جو دي سيترون، عندنا السكر، عندنا لا مايزينا، هذا ما كان فيها هاجر، اي ان بيسكوي اللي راح نديروه ابخي مع مع جو بور اي تو، ولا تحبوه افيك اون اوتر فاسون نور لكم كيفاش نديروها. ايبي فوالا اوكي، مالا حنا بلا ما نطولوا عليكم نروحوا نشوفوا الاطباق نتاع اليوم واش عندنا، وعاودوا رجعوا لنا باش نبداو نطيبوا معكم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ورايحين نبداو معكم في اطباق اليوم. رؤوف باش راح تبدا لنا؟ فوالا الطبق تاع اليوم اللي هو طاجين تاع البسباس، عندنا هنايا زوج حبات تاع البسباس رانا ديجا قطعناهم هاجر، عندي هنايا الحليب، عندي معدنوس، عندي كويز دو بولي، عندي فرماج رابي، ثلاث حبات بيض، حميصه والبصل. فوالا دونك هاجر نجوزو الطياب. اوكي فوالا البسباس ماراكش نفورو ولا حاجه، البسباس راه مازال خدام. لا هايدا كيما راه حنا حين نقطعو صغير. اوكي فوالا هو حيكمل طيبو في الفور هاجر. نديرو زيت الزيتون، نديرو زيت الزيتون مع البصل، البصل والدجاج يتقلاو حتى يسخن. درت زيت الزيتون ياك؟ اه تحبوا ديروا زيت الزيتون ولا تحبوا ديروا زبدة الراعي ولا الزيت؟ ومرات كنت نتايا دير زيت الزيتون ودير زبدة معاها ثاني ياك؟ اه باش ما نو الزيت والزبدة، زيت الزيتون زيت والزبدة، زيت والزبدة باش ما تحرقش الزبده تاعنا، ما تحرقش فوالا. دونك حنا نزيدو لا كويز دو بولي تاعنا باش تحمر، تحمر معاها. اوكي خلي خلي انت يا سيدي ما قلناش وجدتي عفايسك. ها كي نسيتي حاجه، كمون نديرو قرفه نختار قرفه كمون نسيت هذا. ها شوف حنايا عندنا لي مورسو تاع البسباس ديالنا نقطعهم اون كات اون بتي دي باش يطيب لنا تمتم ويطيب لنا رابيدمون في الفرن. شكون خير نطيبو هكذاك ولا نفوروه؟ هكذا خير باسكو بون كي نفوروه بزاف ويزيد يطيب في الفرن راح يدبل بزاف. صح يعني راح يفقد كاع لي فيتامين تاعو ايتو. وحنايا بوغ ايفيتي سا نديرو هكذايا، مي لازم نقطعوه ولازم كاين اون استيس باش البسباس تاعنا يكون مليح. لازم كي نقوه نخلوه في الماء باش يتنحل مليح الوسخ تاعو، داكور؟ لازم نخلوه في الماء يريح قبل ما نبداو نطيبو، لو طون وين نبريباري لا ميزون بلاص تاعنا، تما كون ينحو البسباس باش يتنحى كاع الوسخ اللي يكون داخل. فوالا فوالا بون الدجاج راه بدا يتقلى مع البصل. راه بدا يتقلى. حنا دوكا واش نديرو هاجر؟ نديرو لي زيبيس تاعنا، الملح، فلفل كحل، والقرفة. فلفل
فلفل كحل. خليك تطيبيها اليوم هذه. اه بس بس دائما قلت لك انا تخيل غير الحوايج اللي شويه شويه تعرفني ما نبغيهمش. ما كان تدوقي من بعد تقولي من بنينه باسكو باينه بلي طيبك. نقول لكم بلي تحب البسباس هي. ها؟ بلا جات صح بنينه. بنينه. خفيفه وماشي ماشي ثقيله بزاف. الوغ نحكموا دوكا. نبول نديروا فيه البيض. عندي هنايا ثلاث حبات بيض. نزيدوا نحكموا لو بيغسي لاشي ديالنا. نزيدوه معاها. هذا تزيدو من تالي المعدنوس. ها؟ تزيدو من تالي. لا نزيدو هنايا فيها. اوكي. باسكو هادي هادي واش هادي؟ هادي راحين نفرغوها كي نطيبو كلش. فوالا. كي نطيبو كلش حنا البسباس تاعنا باش نطيبوه. اوكي. داكور هادي كاينة واحد الحاجة باش تجيكم لو بلان هذا باش يجيكم بلو رابيد. داكور حنا واش نديرو؟ سوا البولي تاعنا نبقاو نطيبوه وحدو والبسباس وحدو. داكور كي نطيبو البسباس وحدو حنا واش راح نديرو دوكا؟ نديرو البيض الحليب والمعدنوس نفرغو فوقو ونخليه يطيب. داكور يطيب وحدو والدجاج يطيب وحدو هكذاك باش ما كيما نقول لك الدجاج هكا على بالك بلي طول باش يطيب ايتو. دونك حنا واش نديرو؟ ناكسيليريو لا كويسون تاعنا. سينو واش نديرو؟ كلش يطيب سوغ اون مارميت ومن بعد نحطوه في لو مول تاع الكراتان نديرو عليه الالومنيوم بوندون 40 مينوت في الفرن. فوالا. اوكي. حركي بالي سي بون تغرب اللي فيها. ايه تا كي درنا معاك حرنا برك. هذه جا ما نخلصش بها هي سكاره تخلطت راه. يلا ديري هذه هنايا. حنا نحطوا البصل والبوليت هنا على ضربه. هذا واش دير معاها؟ غير البيض والمعدنوس. نديرو شويه فرماج رابي والحليب تاعنا سناجه معاها. فوالا. والملح والفلفل الكحل. نديرو شويه ملح وفلفل الكحل. شفت كيفاش؟ الحميصه نديروها في لافان دو كويسون يعني مور ما نطيبو كلش هيتو تما كون نزيدو الحميصه ديالنا. فوالا. الكحل السناجه سيبو. انا ما زيدش ندير القرفه. لا سيبو. اوكي هذه هي اللي راح نديروها غير مع البسباس ديالنا باش يطيب. زيد الفرماج لابي نديروه من الفوق كاع كي نحطوه. دوكا انا عندي طريقه هاديه باش تكون سهله باش نفهمو باش نربحو وقت. حنا واش راح نديرو دوكا؟ نحكمو امول تاع الكراتان نحطو فيه لو بولي تاعنا والبسباس ديالنا و لا 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 الكريم هذا ميلونج لي درنا ميلونج هذا لي درنا تاع البيض الحليب ومعدنوس نديروه فوقهم باش يطيب مع فرماج لابي. واذا تحبو كوتي كويسيون نديرو شابلور. فوالا الدجاج هذاك تمرقو دوكا. اه الدجاج هذاك دوكا حنايا باش ما ينشفلناش حنا حين مويه واحد شويه باش تجينا صوص. صافي فوالا. اوكي يعطيك الصحه. انا راح نشوف المقادير نتاع البلان تاعنا ونعاود نرجع لكم باش نكملوا كاع الاطباق اللي عندنا اليوم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد وراح نوصلوا معكم اطباق تاعنا. دركا راح نوجدوا الديسير ياك رؤوف. نوجدوا الديسير تاعنا اللي هو كؤوس تاع طارت سيترون. حنا واش راح نديروا فيها؟ كي نقولوا هكذا كؤوس تاع طارت سيترون نقولوا كيفاش طارت سيترون في الكاس. حنا لا باز تاعها سي لا كريم سيترون هذيك اللي حتكون ايباس. حنا برك لو فون تاعها راح نديروه سو فورم دو بيسكويت. داكور ماهيش حين نعجنوا. ودوك تشوفي هاجر حاجه خفيفه سورتو اللي ما عندهمش الوقت سورتو اللي ما عندهم بزاف لي زيدي باش يديروا دي ديسير باغي. حنا رانا هنا بوغ سا. الوغ كاين اللي ما عندهمش الوقت كاين اللي فنياني تزاوج تحيه اللي فنيانين اللي ما عندهمش الوقت. ايوا فوالا. دونك حنا بور لو ديسير تاعنا واش حنستعملوا فيه؟ عندنا ثلاث بياض البيض. انا ثلاثه تاع صفار البيض. عندنا نص باكي تاع بيسكوي. عندي هنايا نص كاس ماء. عندي جو دو سيترون. عندي 100 غرام تاع السكر وعندي 30 غرام تاع لا مايزينا. وعندي هنايا
50 غرام تاع زبده الراعي. فوالا دونك حنا هاجر واش نديرو دون اون كاسرول حنا نحطو سكر سكر جون دوف تاعنا اي لا مايزينا نديروهم دونك نوري لك كيفاش الطريقه هذه هاجر فوالا نزيدو لا لي 100 غرام تاع السكر 100 غرام سكر و 30 غرام تاع مايزينا فوالا نحطهم فوق النار حنا زدنا لا مايزينا باش تكون اون ليزون يعني باش تكون عقده فوالا حنا نخلطوها بيان ما لازمش طيب بزاف يعني كي راهي لا كاسرول تاعنا راهي سخونه البيض هاجر راح يطيب تمتم دونك حنا بوغ ايفيتي نبقاو غير نخلطوها رابيدمون على نار قليله يسمى على نار هاديه وي فوالا لو فات باش البيض تاعنا ولا مايزينا والسكر يتخلطوا بيان فوالا تانكوربوراو كاع دوكا واش نديرو نديرو نزيدو الماء شويه تاع الماء فوالا سمعينا ميزان هنا شوف الماء هذا يل فا امبيشي شغل ماش حيخلي طيب ماش حمي كيما يقول لك ماش حي يسرع لنا الطياب تاع البيض يعني راح يبقى كاسيسا هنا واش نديرو نبقاو نخلطوها فوالا كيما كي تشوفي هاجر شغل ولات لنا اون سون دو كخامه كي تشوفي فوالا تاع مايزينا السكر والبيض وزدنا له شويه ماء باش ما يطيب لناش بزاف يعني باش ما يتحرق لناش واللي بغى يدير كميه اكثر بيان سور يدوبلي المقادير يدوبلي المقادير 100 غرام درنا تاع سكر ياك يدير 200 يدير 150 سي ميو 150 باسكو راح يجي بزاف حلو صح فوالا باسكو حنا مو راح نزيدو نديرو من الفوق اون شونتي تو دونك معناش حابين تكون هكذاك الوغ حنا نزيدو دوكا جو سيترون يعني ثلاث حبات راني عصرتهم فوالا اسمع الكاطو هذا من بعد ما يطيبش هو يطيب لا قصدي من بعد في الفوق لا ما يطيبش ماشي كيما لا طارت اللي مولفين نخدموها لا سي با اون طارت طارت سيترون تاع صالح نديرو فيها لا بات اي تو فوالا دونك حنا واش نديرو دوكا نخلوها فوق النار تاع قاد نجوزو دوكا باش نطلعو بياض البيض فوالا بياض البيض هنا اونيرج فوالا دير فيه قرصه ملح باش تطلع لنا تمتم سيبون دقيقة برك هاجر باش اسمحي لي هاجر هاجر سي بون فوالا دوكا بعد ما راهي طلعت اونج حنا واش نديرو دوكا رانا نشوفوا باللي لا كاسرول تاعنا لو ليكيد بلوتو لا كريم ديالنا اللي راهي في لا كاسرول راهي بدات تعقد حنا ما لازمش نخلوها طيب بزاف داكور يعني ما لازمش نشوفوا لي بيلوسون ما لازمش نشوفوها باللي راهي تغلي حنا نبقاو غير نخلطوا فيها باش ما تلزقش وما تشكلناش دي غورمو باسكو فيها لو سوكر فيها لا مايزينا اي تو دونك حنايا نبقاو غير نخلطوها فوالا كيما كتشوفوا هاجر حتى تعقد هي ديك تعقد حنا واش نديرو عندنا لو بيسكوي تاعنا هاجر نرحوه ياك حنا راني حين نرحوه فوالا كيما راكم تشوفوا لا كريم سيترون راهي عقدت فوالا فوالا فاسيلمون بيسكوي نديرو كاع ياك قسمي على هاجر راح نقسمو خممت لها حطيتها بعد خممت لها فوالا دونك حنا كي نشوفو بلي
لو ميلونج تاعنا كيما كيشوفي هاجر كيما راهو عقد. حنا واش نديرو دوكا؟ نطفو عليها نخلوها تبرد مليح باش تزيد تيبس. دونك حنايا ما لازمش نخلوها هكذا باسكو دوك اللي تبدا تحرق لنا، يعني هي ديك تبدا تعقد اللي لازم نطفو عليها في النار. فوالا فوالا نخلوها دوكا تبرد لو طون وين حنا طلعنا لو بلون دوف تاعنا. دوكا هاجر تحي لنا البسكوي. عليك وا امسي سي بون. فوالا البسكوي مازالش حنا نرحوه بزاف. حنا دوك نفهموكم برك الطريقه اللي راح نديروها دوكا. بعد ما كيما كتشوفي لاكخيم تاعنا راهي عقدت سمعوني مليحه انا بس دوك انا بس ديكو فوالا باسكو حنايا لازم فريمون فريمون شغل نعرفوا كيفاش راح نديروها. حنا ديك لاكخيم تاعنا راهي عقدت نحطوها تبرد دون زان بول تبرد. كي تبرد مليح مليح حنا اون فا انكومبوري البلوندوف تاعنا فيها غير بشويه، يعني كويير باغ كويير حتى تعقد لنا ونديروها في لي فيغين من تحت نحطوا بسكوي. فوالا لو بسكوي ديالنا. فوالا اوكي مالا نروحو نخليكم نشوفوا المقادير تاع الديسير نتاعنا ونعاودو نرجعو لكم. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ورايحين نواصلوا معاكم الطبخ نتاعنا. دركا راح توجد لنا لونطخي ياك راه. فوالا لونطخي تاعنا اللي هي سالاد دو بولي كيما يقول لك بالياورت. حنا واش راح نديرو هاجر؟ عندنا لو بولي تاعنا راهو شويناه ديجا. عندنا هنايا كيلكو طونش تاع لاناناس وعندي هنايا دو بوا تاع ياورت ناتور اي طوماط كونكومبر. دوكا حنا واش نديرو دوكا؟ عطيني بول كبير ولا صغير البول هذا؟ طابل واش راح تقطعوا الخيار هذه المره؟ كل مره عندك طريقه نتاعي. ها كل مره عندك طريقه تاع تقطع الخيار. تختار كيما كيما وفي نديروها نحولها الزريعه تاعها اسمها لا سالاد تاع اليوم. ثاني فيها شغل لي فروي انا ناس عندنا نقدروا نديروا دي فروي في لا سالاد. اه على بالنا التفاح ثاني يجي مليح. يجي التفاح فيها نقدروا نديروا فيها فراز. لا لا زبيب لا لا سي لا 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 كاين كاين سا ديبون لا سالاد. آه. ماشي هذه نديروا فيها زبيب مع التفاح. نعطيك المعلومه قول تاع هاجر. لا ماشي تاع هاجر لا سالاد اكزيستي هذه زبيب. اكزيستي زبيب مع التفاح واسمها لا سالاد. انا فاش واش اسمها؟ المهم هذه تعرف مع واش يديروها؟ يديروها مع واش اسمه هذاك؟ اه كرومبيت. كرومبيت خلاص تعطيني راسك نديروها لا بروشان فوا. حوسك عليها ونقولها لك. دونك حنا انت زعما هذيك المره درت لا صالات فيها الفراز وفيها وجاتك غريبه زبيب. لا زبيب ماشي مهم نديرو بزاف في لي صالات. ماشي هكا فوالا درك نزيد لها الياورت. اه نزيد لها الياورت هاجر نحكمو لي ترونش تاع الاناناس. فوالا لك ياغورت واش نزيدو لها؟ لاناناس ما نديروش الزبيب فيها خلاص هذا راهي. هيا فلفل كحل ما ديرش الملح؟ نو ملح لا لا. زيت زيتون زيت زيتون دير فوالا عندنا الياغورت لو بولي اناناس بولي لا طوماط نديروها على الفان. اسمع الياوخ ديجا راه شغل ما يجينا لا صالات تاعنا ما يجيناش ناشفه. ما يجيناش ناشفه تجي مليحه كيما نقولوا مع لي فخوي تو. فوالا سي اون سالاد خواد يعني البولي ما يكونش سخون ولا بولي بيان سور راك داير له الملح فلفل الكحل. فوالا ملح فلفل الكحل سهله لا صالات هذه تمتم. زيدها لا طوماط دركا فوالا
طبعاً. طماط لا لا غير كمل تقطعك كمل خيرك كي لحقت لا طماط زعما عيد نحل هالقلب تاعها على طماط قلب تاعها هذا نخلوه لاصوص طماط بيان سور القلب هذا لا لا طماط سوريز ثاني كان بزاف ما جبتهاش لا طماط سوريز بدلو شويه ديال الطماط كان دايره حلا واحد القيس عجبتك انت يا تقدروا تزيدوا شويه فلفل كحل هنايا بدلت رايك نعم بلا دايرش الملحه فلفل كحل برك سي بون هذا واش فيها يسمى لاصالاد نتاعنا هذا واش فيها اوكي يعطيك الصحة الله يسلمك نروح نشوفوا المقادير تاع لاصالاد نتاعنا ونعاودوا نرجعوا لكم مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ودركا رايحين نوريكم الاطباق الشكل النهائي تاع الاطباق نتاعنا رؤوف عاود برك فكرنا واش كان عندنا اليوم فوالا نعاودو نذكركم باللي درناهم اليوم كومونتخي عندنا سلطة دو بولي اللي درناها وياغورت اناناس وعندنا ثاني كوم سويت اللي هي طاجين تاع البسباس اي كوم ديسير راهي طارت كؤوس تاع طارت او سيترون يعطيك الصحة الله يعجبك ان شاء الله نشوفوا لاصالاد نتاعنا مليح يعطيك صحة الله يسلمك خفيفة لا مجيس خفيفة خفيفة المزية الخيار برك ماشي مر سلامات نروحو نشوفو البلا دوزيام تاعنا طاجين البسباس البسباس مليح يعطيك صحة الله يسلمك البيض ما تحسلوش بزاف فما فيش بزاف البيض عندنا الحبات بيض والحليب والمعدنوس فيها لا تكسح البلا هايل لم الفروماج رابيل داخلته ما راحش كيما يقول لك ناشف من الداخل ما راهو بزاف مليح المهم في التالي خرج بنين ما كان طيب بصح خرج بنين شوفوا الدسا الدسر بعد ما برد بيان في الفريغو درنا لا كريم شونتيي من الفوق فوالا بك ان شالومو هكذايا باش الديسير ما عجبنيش انا وي معليش عندك انا لا هالي يعطيك صحة خفيف شوية بدلو شوية من الطاقة طارت وسيطرون شو الديسير ما عجبهاش المولفين بهذيك الطريقة كما نقول لك التقليدية اللي تاخذوا منها وتاخذنا بزاف الوقت العجين منها مليحة هذي والله الدراري الصغار دي فوا ما ياكلوش لا طاخت هذيك ياكلوا غير فوقاني هذي تجيهم بيان المهم نقولكم انا حضروا ولا طيبوا في دياركم لي بلان تاعنا وبعثوا لنا بيان سور لي فوتو سور فيسبوك باش هكذاك نشوفوا اذا راكم تجربوا ولا ما راكم تجربوا تاني الاطباق اللي راكم باغينا انه رؤوف يطيبهم لكم ولا يوريكم لي غوسات تاعهم طرحوا الاسئله رؤوف وهو يجاوبكم على لاباج فيسبوك نتاعنا اللي راهي تبان اسفل الشاشه انا نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف ونشوفوكم في العدد المقبل ان شاء الله بسلامه هذا البرنامج برعاية خافيبس